نبغينا يكون يكون في الوحدة والتضامن، نبغينا يكون يكون في الوحدة والتضامن، نبغينا يكون يكون نبغينا يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون. واحد قال لي جاب لي طوبيل، قال لي طوط انا في المريض، جاب لي طوبيل قال لي طوط شكون، قال لي راني عون قضائي. واحد قال لي انا عون قضائي، واي يا هذيك عندي استفسار، دار لي استفسار حتى الموارد البشرية، حتى الموارد البشرية يكتينو طلعوا الرئيس، غوت لي الرئيس قال لي مع يوم اثنين، قال لي يجي عادي يجي عادي ويا قال لي تزوين ونامو زوين، قال لي غادي نديك لفوريا، مشي لفوريا خدمت فيه واحد شهرين، شويه تداوني ثاني لدار الطريق ولا يتحكموا فيا، خدمت في الليل وفي النهار. الضغوطات والارهاب النفسي والتضييق على الحريات النقابيه واستفراد اتخاذ القرارات وتهميس الموظفين والتمييز فيما بينهم وعدم صرف حقوقهم المستحقه من ساعات اضافيه واعمال شاقه، زيد الى ذلك من العديد من الممارسات المشينه التي لا تشغف هذا الرئيس. لاول وقفه من بعد ما حاولنا نطرقوا باب الرئيس عبر البيانات عبر الرسائل، لكن لا حياه لمن تنادي. جئنا اليوم كنضاملوا مع الرفيق ديالنا الكاتب العام ديال النقابه ديال الجماعات المحليه سيدي بنور على اثر التعامل لا معقول ولا مسؤول ديال رئيس الجماعه، اللي كنطلبوا منه يفتح حوار جاد ومسؤول مع الموظفين لازاله التوتر والاحتقان واعطاء الموظفين كامل حقوق ديالهم العاديه ولا مشروعه، ونقول له كفى من هذه المعامله المستفزه ولا معقوله والتعامل الايجابي مع المناضلين جميعا. يعني الموظف ما وصلش لهالدرجه حتى كما كنقولوا بالدارجه وصل لموصل الدم، لان الموظفين اليوم يعيشون واحد الظروف يعني حاطه من الكرامه ديالهم، واحد الظروف يعني لا انسانيه، يعني تتمثل في الغطرسه، تتمثل في الاستبداد، تتمثل في عدم احترام الرئيس لهم ولمؤهلاتهم ولكفاءاتهم. الرئيس اليوم يتعامل معهم كانهم يعني عمال عنده في الضيعه ولا عمال عنده في زريبه، وبالتالي نحن نندد بهذه التصرفات، نندد بهذه يعني لا مسؤوليه ديال الرئيس. شي نعطيك غير مثال بسيط، هو غير نقول لك ملي الرئيس يشك في موظفه ويعني في مسائل اداريه ويقلب لها الهاتف، هذا راه ماشي ضغط، هذا راه ارهاب، راه الامن ما عندهمش حق يقلب لك التليفون ديالك الا باذن من الوكيل، ما عندوش حق بابقى رئيس. ثانيا الضغوطات هو انك تشد واحد الموظف كان في واحد المصلحه وتنقلوا المصلحه بشكل تعسفي. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.